بدك؟ مين شاطك لهون؟ بنتي كوسر. ما تكتبي كانت هيك صارت هيك راح تفرط وماتي. ماتي مدام مدام هل هي الستة؟ لا قولي ماتي. شوي ما كان فيها شي. شلون ماتت؟ ما خبرها مشان كوثر اللي اجت هسك عملت وماتت. ليش شو خبرتها؟ قلت لها انه كوثر ماتت. يخرب بيتك، مين قال لك انه كوثر ماتت؟ ليش تهلا ما ماتت؟ ليش ما ماتت جوزو؟ سالتني بيعدموا لها فرج، قلت لها لا تستبعدي شي، بجوز عملتها وقعت. وليش؟ فيروز واعمل لي قهوه. هلا وقت القهوه تبعك، هلا وقت القهوه المره. ليش شوفي؟ المدام جوا العوض بسلام. شو العوض بسلامتك انت لحقها؟ قلي شوي، طاعت على المدام كوثر، اجت هالست عملت وماتت. ليش شبه الثانية؟ لأنه كوثر كمان طاعت على فرج، كمان اجت هالست وماتت. ليش شبه فرج؟ كلها كم يوم وبيطلع؟ بوسينا قالت لأنه بدهم يعدموا. لك شو يعدموا؟ لك اضرب منك لبوسينا على المزح. يا مصيبتي. طيب والله شو بدنا نعمل؟ وين المرحومة؟ جوا. سامحوها يا أهل الجيرة، سامحوها. شدي حيلك، الأعمار بيد الله. شبه كنا على هالطريق. يعني ماتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي يا مدام، قومي قومي، خلينا نشوف. قومي قومي قومي. لك لك محروس، ما عم بقدر أوقف على إجري، خيطان إجري محروس، ارفعني لشوف كمان محروس. قومي مدام جربي. العمل العمل. قولي محروس، إن كان صابني الفالج لا تعالي. بعيد الشر يا مدام، بعيد الشر، ريتو رجلي ولا رجليكي. خليكي مرتاحة، خليكي أنا بروح بشوف، خليكي مرتاحة. انت ما تفتح تباك ولا بكلمة، شممها حتى تركي لحالي. لك اتحرك. شمي 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 ها شمي هاك شمي. بدي روح شوف كوثر. يا شمي يا شمي ولي ولي ولي. يا كوثر يا حبيبتي، يعني ليش بدهم يعدموا؟ عم بمزح معك. قلت لك عن جد؟ قلتي لي ايه. شو انا خرجت حقوق حتى تسأليني؟ سعي انه عقلك صغير. محروس عملوا له شي لفرج؟ فرج ما في شي، حي يرزق. هلا تركته بالحبس صافي في دبكه هنيك. مدام بوسينا روح اعملي لنا فنجان قهوه، خليني اجيب المدام فردوس. يا كوثر يا حبيبتي، راحت البنت من بين ايدي. طمني مدام طمني، المدام كوثر ما فيها شي وعم تستناكي تفوتي تشربي معها فنجان قهوه. ما فيها شي؟ ما فيها شي، ساعدك؟ لا شو تساعدني؟ ليه؟ مثل الحصان صرت. لك ابو كيروس؟ راح فيها. شلون قلت لي كوثر ماتت؟ فوتي ريشة، فوتي ريشة. قومي بالك مدام، فوتي ريشة. عين تخرق في شرق هالأبو كيروز، بهالخبرية كان جاب أجلي. الحمد لله على سلامتك مرت عمي. وأنتي؟ تاني مرة وقت حدا بيموت تعي انتي خبريني، لانه غير شكل بتلقى منك. مو كنتي انتي؟ كنتي كنتي ولا زلتي مع الاسف. مو تبعتي لي ابو كيروس؟ حاضر مرت عمي. ايه سيدي محروس، قلنا شو اخبار المساجين؟ صراحه يا مدام يمكن ينخرب بيتي اذا جميل رفعوا ضده دعوتين، انا يمكن ينرفع ضدي اربعه. هلا لا تعملي مثل ابو شكيب، احكي لي شو اللي صار. على حظي بطل حدا ياخذ برطيل، كل ما طلعت مصاري بيقلعوني بيهددوني انه رح يرفعوا ضدي دعوه، مو غريبه هالقصه؟ هلا احكي لي، فهمني عن جميل، ان شاء الله مو متاثر كثير بالحبس. لا متاثر ولا شيء، هالمحابيس قاعدين عم يدقوا له على التنكه وهو نازل غني، حب الصبح وحب المساء، وانه كانت تخلص علبه هالدواء. وفرج شو عامل؟ كيف صحته؟ وفرج؟ هو وابو فايز وابو ياسر صافين دبكه ونازلين نط على انغام الاغنيه. المهم هلا محروس يلي حاولت تبرطلن ما رفعوا عليك دعوة. شو بيعرفك يا مدام؟ لأنه لو رفعوا أبو شكيب ما كان تأخر لهلا. من تمك لبواب السماء. يلا عن إذنكم خليني روح. محروس بركي بتمرق لعند أبو كيروز، حاول تراضي وتجوا أنتوا بتناموا الليلة بالشركة، نحنا نسوان منخاف لحالنا. انت بتضلك هون وانت بتدخل معي. بس ادخل. حاضر سيدي.
لك محروس مفكر حالك اذا هربت من البيت ابو شكيب ما بيلاقي؟ سيدي انا ماني هربان، انا نايم هون لانه ما في رجال بالبيت. وهي ابو كيروز اساله وين؟ ليك وين مدفوس المعصوب بالرقبه؟ لك ابو كيروز؟ ابو كيروز؟ لك ابو كيروز اتحرك! خرطوش فرتح سيدي! انا اخرت الشيء المفروض الحكومه كلها سيدي! صحيح مثل ما عم يحكي محروس، قال امبارح كان نايم هون. صحيح سيدي كان نايم هون، راح بالليل رجع مش الصبح. اي لا رجع مش الصبح ولا راح بالليل سيدي. على كل ما مهم، تعال ابني جر هالكرسي وقرب لعندي. حاضر سيدي. لك تحرك من الثامنة شوف. لك شيل طربوشك من هون. معقولة يا منظومة الشغلة اللي عاملها أنت؟ سيدي أنا راح أحكي، أنا ما راح أنكر. أنا صحيح عملت محاولات رشوي، بس صدقني يا سيدي، صدقني إنه كان هذا لصالح الشباب مو أكثر. لك على شو عم تحكي أنت قال؟ افتح لي هالمحضر لك ابني لشوف افتح. سجل اليوم والتاريخ وساعة وقوع الضبط، واكتب لي محاولات رشوة وغيره. لكن شو الموضوع أبو شكيب؟ شفت إنه ما راح يمشي الحال لك محروس بلا ما نفتح تحقيق؟ سيدي، أنت لمح لي وأنا بقول لك. اتذكر اتذكر لحالك لشوف يلا. تهريب التحف؟ لا، سجل بالقائمة يا ابني. احتيال على مصلحة الضرائب؟ نو، سجل بالقائمة يا ابني. دفعت البيض الفاسد؟ لا 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 لا، سجل بالقائمة يا ابني. معروف معروف. شباك؟ لك ليكون مشان هدول الدولارات اللي اشتريتهم طلعوا مزورين. خرب بيتك، رح تخرب بيتي. عجزت سيدي عجزت. انت سجل وانت حاول يا محروس تفتكر، بركي بتعرف شي تاني. ابو شكيب ابو شكيب طخنتها طخنتها، صرت بعترف لك بثلاث شغلات. اعترف لي انت بشي شغلة انا عاملها. محروس انا ما رح اخجلك، الحقيقة انا ما جاي اقبض عليك، انا جاي اقبض على ابو كيروز. وحضرتني سيدي شو دخلني انا بحبها للحكومة؟ ايه ولو كمان لازمك تحتي. لا سيدي انا بعترف لحالي، انا نبحني الشرطي وصفرني لما كنت عم جرب سيارة محروس، ولقيت العالم عم تركض يمين وشمال وعم تسب كلياتها، بس السيارة ما وقفت معي غير على عمود عند موقف الباص. سيدي سيارتي؟ شو وصلك لسيارتي؟ عملت اكسيدون كمان بالسيارة؟ وي مسيو محروس بالفرنساوي ما لك حاجتك انت وياه. سجل لك ابني سجل، قيادة بدون رخصة والتسبب في دب الزعر والرعب في قلوب المواطنين الأبرياء. طيب وأنا؟ أنا؟ شو دخلني لحتى تعاتبني مشان أبو كيروز وتقلي هربان من البيت آه؟ كنت حابب الصبح روح لعندك على البيت أعمل لك زيارة واشرب فنجان قهوة، والصراحة عاتبك مشان أبو كيروز. لك هاد إنسان جاهل مانو متعلم، بس أنت الإنسان المثقف والمتعلم بإيطاليا. لك شلون بتعطيه فاتح سيارتك؟ أنا ما أعطيته شيء، هو اللي سارقه. سيدي مزبوط أنا جاهل، بس سيارته عطلانة ما بتنفع سيدي، ما فيها فرينات سيدي. نزل رجلك ولا؟ وأبو كيروز أحلى فنجان قهوة لعمه أبو شكيب. يا عم الدببة إن شاء الله، ما بدي أشرب لا قهوة ولا شيء، ضل قاعد. ما بصير، لازم نشرب شغلة مع بعضنا، شبك أبو شكيب بتوتر، عد شوي، ومو أبو كيروز. لك بلا أبو كيروز بلا أبو كازوز أقعد. وهلا هلا يا محروس بدك تروح معي على المخفر. سيدي سيدي، وعد شرف. وعد شرف، خذها كلمة مني قدام الشباب، خلاص ما تعيدها ها؟ التوبة. بعدين أنت كل شيء بتسمعه دغري بتصدقه، وأنت الثاني كبوا كبوا لهذا بإيدك، كبوا يلا ها سكر عليه كبوا. لك وعم ترشي رجال الشرطة في خدمة الشعب؟ سجل رشوة رجال الشرطة في خدمة الشعب وعم تقول لي التوبة ها؟ لك اعترفت لي بثلاث جرائم من غير ما أسألك، وأبو كيروز قال لي الجريمة الرابعة، والله يعلم هلا شو بدك تبق بالمخفر. سيدي ما بصير انا اشفع له واقف له. ايه سيدي ما بيمشي ابو كيروز هو يتشفع لي. لك شوفي شوفي سيدي خير. ما صفي بالميدان غير حديدان، رايحين انا ومحروس نصف مع الشباب بالدبكه. انا حديدان لك فارط الطحين. سيدي سجلي عندك سيدي. لك حتى حديدان كنت اخذته، بس ما في قانون اسمه. بس انا مالي عامله شي سيدي لحتى تاخذني. ما بكفي حاولك الله القرطه سيدي، بكفي ما تركت لنا ولا رجال بالبيت. اي ولا يهمك ولا يهمك، جميل بجوز نطالع ولا ليش طلع براءه؟ لا ما طلع براءه، بس اجانا اكثر من 100 استرحام من المساجين. ليش شو عمل؟ اه
عم يقولوا يا دمونة يا طالع جميل، لأنه من أول مرة عن حبشه لهلا وهو عم يغني حبين الصباح حبين مساء، وهلأ بتمشوا معي أحطهم وراي لشو محروس كمان نحن بدنا نغني له حبين الصباح حبين مساء بيطلعونا حبين الصباح حبين مساء رايح أصف مع الشباب على الدبكة، نزلوا الشارع كوكو.